بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابي الأعزاء وطالباتي في جامعة الأزهر في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، كنا تكلمنا بداية عن الأبليكيشن لاير، واتفقنا أنه في عندنا حاجة بسموها architecture للابليكيشن. تكلمنا عن الكلاينت سيرفر موديل وعن البير تو بير موديل. فطبعا as example تكلمنا عن ال HTTP كبروتوكول connection oriented، انه ال HTTP make a request to a server to connect to server. طبعا السيرفر حيعمل ريبلاي with agreement انه ال connection available، بعدين بصير عندي عملية ال communication. now اتفقنا انه the process او خلينا نقول ال program او ال process need some information about اللي هو ال client IP address وال socket number، وكذلك ال server IP address وال socket number. الا انه انت لما تستخدم مثلا ال HTTP فطبعا بيكون عندك ال client browser، بتكتب www.google.com او الازهر.edu وبتعمل connect على اللي هو ال server. now how it's come we need IP address. ال IP address للاحق نحن نتكلم عنه بالتفصيل، هو عبارة عن 4 بايتس مقسم الى كل بايت على حدة. فبكون عندي في هذه الحالة استركتد انه البايت الاول والبايت الثاني والبايت الثالث والبايت الرابع من 0 ل 255، هتكلم عنه لاحقا بالتفصيل انه كل من from left to the right، انه كل ما يزيد عندي اللي هو من left للright فطبعا بيزيد عندي الانفورميشن. We have a problem as a human. Usually احنا بنعرف انه بنحفظ الاسماء ولا نتعامل مع الارقام كثيرا. فمثلا انت عندك على الجوال او على الموبايل لا تحفظ الارقام، ولكن في عندك حاجة بسموها internal database. فانت تطلب الاسم محمد او محمود او فايز او عبد الله، ودائما بكون عنده رقم التلفون associated. هذه الفكرة نفسها انه كبشر نتعامل احنا مع الاسماء افضل من اللي هو الارقام. يعني بدل مثلا اعمل connect the server اني احفظ الارقام الـ IP address للسيرفرات، it is very complex. بتكون العملية اسهل او احفظ الاسماء الازهر.audio او الجزيرة نت او مثلا الجوجل او الفيسبوك. طبعا بيكون ده هيومن افضل. ف الدومين نيم سيرفيسز وظيفتها تعمل ريسولف ذس بروبلم. ريسولف ذس بروبلم انه بيكون عندي الاي بي ادريسز سام وير في داتابيز مخزنه كل دومين نيم ايش مقابله اللي هو مثلا اللي هو الاي بي ادرس، على اساس انه يعمل اللي هو كونكت. اوكي، فطبعا يبقى في هذه الحاله وي نيد اي داتابيز سموير. لحد الان ما تكلمناش انه قبل لما اجي اعمل ريكويست على سيرفر انه يعمل لي ريسولف للنيم، يحولوا الى ايش؟ الى اي بي ادرس. طبعا السيرفيسز بروفايدد باي ذا دي ان اس في الدومين نيم سيستم. طبعا انا عندي اللي هو ماني سيرفيسز، لكن خلينا نشوف يعني معنى الكلام هذا ان بيفور يو كان كونكت تو اني سيرفر يو هاف to find the IP address of this server
على اساس انه الكلاينت يعمل ريكويست للاي بي ادرس مع السوكت نمبر، ويعمل اللي هو عمليه اللي هو كونكشن. فطبعا اللي هو في عندي الدي ان اس الدومين نيم سيرفيس موجوده عندي على كلاينت ماشين، ريكويست سم اللي هو مثلا على الويب مثلا اللي هو يو ار ال سام سكول دوت اديو. وطبعا اللي هو في عندي الدي ان اس ابلكيشن، بتعمل باس للدي ان اس ابلكيشن. يبقى انا في عندي هذه الحاله الكلاينت بيعمل كويري كونتينز يعني اسك اباوت اللي هو السيرفر دي ان اس اللي هو الهوست تو دي ان اس. كويس ماشي الحال. فطبعا somewhere انه ال DNS client receive اللي هو replay. الريبلاي هذا contains a message with ال IP address for the requested server او host name. بعد هيك اذا كان ال client received اللي هو ال IP address from اللي هو domain name services اللي تكلمنا عنها، فطبعا بعد هيك اللي هو الكلاينت بيعمل request to connect to اللي هو the server عن طريق اللي هو TCP connection oriented. اذا كنا نتكلم عن ال HTTP بيستخدم اللي هو البورت نمبر رقم 80. يعني معنى الكلام هذا في عندي other delay. other delay على اساس انه قبل ما تصير تعمل كونكشن لا اللي هو السيرفر، فطبعا لازم you have to get the IP address of the destination اللي هو سيرفر. فوظيفة ال DNS في هذه الحالة انه domain name server انه يعمل translating اللي هو الهوست نيم او السيرفر نيم الى اي بي ادريس، يعني على اساس انه تستطيع انك ككلاينت تستخدمه لا تو كونكت تو ذا سيرفر. فطبعا السيرفيسز اللي بيقدمها الدي ان اس اول شيء حاجه بسموها الهوست الياسنج اللي هي قضيه الاختصارات. طبعا احنا بنعرف انه في عندي مليونز اوف سيرفر مليونز اوف هوست نيم، فطبعا اللي هو ممكن يكون عندي اسم السيرفر او الهوست نيم يكون طويل جدا طويل اللي هو جدا اللي بنسميه الكانونيكال نيم. فطبعا عمليه الالياسنج فبدل ما يكون عندي مثلا والله يونيفرسيتي دوت بال دوت غازا دوت ويست دوت الازهر دوت اديو دوت بي اس، هذا بنسميه مثلا الكانونيكال نيم انه يعمل لي الياسنج جاست انه الازهر دوت اديو دوت بي اس. فطبعا هذا للحفظ افضل بكثير احنا كبشر. فيبقى اول خطوه انه عمليه الايش الالياسنج او الاختصارات اللي هو من الكانونيكال نيم الى اللي هو الياسنج نيم. اوكي طيب ميل سيرفر الياسنج نفس الشغله، انه بتكون مثلا فيري سمبل. انت بتكون عندك اكونت على الهوت ميل فبتكتب محمد at hotmail.com، الا انه هذا الالياس نيم اختصار، لكن ممكن يكون عندي الكانونيكال نيم اكبر بكثير. فطبعا هذه برضه السيرفيس موجوده للميل سيرفر الياسنج. كذلك اللي هو لود ديستريبيوشن، احنا اتفقنا انه السيرفر مي ان يكون عندي عبارة عن داتا سنترز. عبارة عن ايش داتا سنترز؟ يعني زي الجوجل والفيسبوك والامازون والاي بي، فبتلاقي عندها داتا سنتر انه not only one server انما بيكون عندي thousand او ممكن يكون عندي مئات الالاف من السيرفر على اساس بيك اب على اساس ديستريبيوشن للود، ان ما يكونش هيفي لود على جاست وان.
عودة ذي بدء. فطبعا ان يكون عندي ريبليكيتد سيرفر زي ما قلنا لود ديستريبيوشن، وطبعا بتكون هذه السيرفرز لها سيت اوف اي بي ادريسز. فانت لما تيجي مثلا تطلب الجوجل دوت كوم، فانت بتطلب يعني ربما الاف من الاي بي ادريسز. فطبعا في اللي هو بيكون عندنا اللي هو انتليجنس، انه بيكون يشبكك مع اللي هو اقل لود موجود على السيرفر. فانت تحت اسم جوجل قد يكون عندك الاف من الاي بي ادريسز. اوكي، ناتي الان ناخذ اوفر فيو هاو داز اللي هو الدي ان اس وورك. اتفقنا انه وظيفه الدي ان اس resolve the name to the IP اللي هو address, and the most of DNS server runs اللي هو Unix machine، يعني تعتبر عبارة عن Unix machine. Now how does DNS work؟ فطبعا قبل اللي هو اي كلاينت want to connect to any server، he doesn't know or it doesn't know where is the server and what is the IP address. The client software او DNS side تعمل ايشو او query over the port 53، مصطلح بورت مر عليه قبل هيك، باستخدام اللي هو داتا جرام، يعني كونكشن ليس يو دي بي بروتوكول. احنا في عنا اما تي سي بي او يو دي بي، تستخدم البورت 53. بعد هيك حيكون عندي ملي سكند او سم سكند انه حيجي اللي هو الريبلاي with the IP address. Now how to design database which resolve أو translate اللي هو names into IP address. مثلا عندك على الجوال very simple because you are the only user، النيم عندك ودائما بكون عندها اللي هو رقم اللي هو التلفون. ف it's very simple. Why not إن يكون عندي نفس الفكرة worldwide، انه يكون عندي مليونز اور مليارجن اوف هوست، انه يكون عندي ايضا كل هوست سنترلايز، جميع الهوست يعني في somewhere في اي سنتر، انه يكون مخزنة مع الاي بي ادرس. طبعا في هذه الحالة عملية السنترلايز ديزاين في face some problem. أول شيء الجروث للنمبر للهوست ديلي، يوميا بكون عندي new اللي هو host name and new IP address. فلعدة أسباب ما بكون عندي إمكانية إنه يكون عندي عملية centralized database. أول حاجة single point of failure. What happened؟ ايش حيصير عندي في هذه الحالة لو انه مثلا السيرفر المخزن المعلومات صار في عندي ايرور، او مثلا الكوميونيكيشن كات، يعني معنى الكلام هذا وورلد وايد النت حتكون عندي داون. رقم اثنين اللي هو الترافيك فوليوم، اللي هو ايش نوع السيرفر اللي حيعمل هاندلز لمليارين اوف كويريز worldwide. حتكون العملية ايش صعبة جدا. رقم ثلاثة where to put this server in America in Europa what about China Japan. فطبعا عملية centralized للداتابيز معنى الكلام عندي الديستانس تختلف من البلد هذه اللي حتعمل عملية كونكشن على اللي هو
على السيرفر، مع الكلام هذا حيكون عندي some area بكون عندها الديلي عالي، و some area بكون عندها ايش اسرع، وطبعا حيكون عندي عملية congestion، وطبعا حيكون عندي delay بالنسبة للدستانس للمسافات البعيدة. رقم 3 عملية المينتيننس. لو كان عندي سنجل دي ان اس سيرفر حيعمل كيب للريكورد لجميع اللي هو الهوست في الانترنت وسنترايز داتابيز. لو صار عندي اي ايرور فطبعا الانترنت معنى الكلام هذا انه حتكون عندي داون. يعني معنى الكلام هذا فكرة السنترايز داتابيز للسنجل دي ان اس يعني it doesn't work, it doesn't work. اوكي، يبقى بنحتاج لحاجة بسموها distributed hierarchical database بالنسبة للي هو لل DNS. اوكي، عملية الستراكشر والهيراركي بالنسبة لقضية اللي هو دي ان اس سيرفر، في عندي 3 انواع من الدي ان اس سيرفر. اول نوع بسميه الروت دي ان اس سيرفر، النوع الاخر اللي هو بنسميه التوب ليفل دومين سيرفر، النوع الثالث الاوثوراتيف اللي هو سيرفر. كيف العملية بتتم هنتكلم عنه. يعني في عندي اول حاجة بسموها الروت دي ان اس سيرفر. الروت دي ان اس سيرفر لا يحتوي على اي معلومات، انما هي جاست تيل يو وير يو كان فايند اللي هو هو كان هيلب يو مور. كويس، فطبعا الروت دي ان اس سيرفرز موجود عندي 13 واحد وورلد وايد كلهم بيكملوا 247 روت سيرفر. طبعا اللي بيعمل 13، اما الباقي ريبليكيتد وعملية اللي هو ايش ريليابيليتي، عملية اللي هو ريليابيليتي. معظمها موجود للاسف في امريكا، ايش للاسف يعني موجودة في امريكا. اوكي، النوع الاخر التوب ليفل دومين سيرفر. التوب ليفل دومين سيرفر contains some information about the type of the خلينا نقول الدومين نيم، الدومين اللي هو نيم، زي قضية مثلا university، قضية edu net org com او gov، او مثلا البلدان جابان كندا فرانس يو كي وهلم جرا. على وزن ذلك النوع الثالث من الهيراكلي اللي هو الاثراتيف سيرفر دي ان اس سيرفر. يوجوالي كل جامعة كل شركة بكون عندها في هذه الحالة اللي هو او اي اس بي او اي اس بي او اي شركة بكون عندها اللي هو حاجة بسموها الاثراتيف اللي هو سيرفر، and this authoritative server contains information about اللي هو الهوست نيم وال اي بي ادرس ذات بلونج اللي هو ل الكمباني او للجامعة. اوكي، طبعا في عندي ايضا اللوكال دي ان اس سيرفر. اللوكال دي ان اس سيرفر يعني doesn't belong to اللي هو الهيراركي للدومين نيم سيرفيسز. اوكي، طب خلينا نشوف كيف how it's work how it's work. اوكي، now suppose انه في عندي الهوست نيم اللي هو cis.poly.edu want to communicate with اللي هو dns.umass.edu. اتفقنا انه dns client
اشي، و...